وللمزيد ينضم إلينا من رام الله عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ عصمت منصور تحياتي لحضرتك. يعني كما نتابع هناك يعني رفض واستنكار عالمي للنية والاتجاه إلى استهداف رفح في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي نرى فيه نتنياهو مستمر في خطته معلنا أنه يعني هناك اتجاه وتصميم على ضرب مدينة رفح في الأيام المقبلة. برأيك ما هو التصور للسيناريو المقبل في الأيام القادمة؟ مساء الخير وتحياتي لكم. إنسان يعني هناك قلق عالمي، وهذا قلق في مكانه. رفح فيها وهي مساحتها تتعدى 50 كيلومتر، فيها 1 مليون إنسان، ومعظم من الناس فروا من جحيم الحرب من كل مناطق القطاع، واستهدافها وهي مع دولة مصر يعرض أولا حياة هؤلاء المدنيين بشكل لإذا لم أقامها، وأيضا يدفع باتجاه تهجير وتقييم. أستاذ عصمت منصور، يعني أعتذر عن المقاطعة، ولكن يعني أن تحرك مكانك قليلا حتى نتبين الصوت. هكذا واضح الصوت؟ نعم أوضح، تفضل. ما أنا أقوله أنه هذه العملية التي يصبح على الدفع بها هي عملية تهدد بانتخاب جذر لا يمكن، لأنه هذه الكثافة العالية من السكان، هذا أمر يجعل كل قطاع تقع فوق، وأيضا يتهدد تهجير، تنفيذ تهجير وتهديد أمن قومي لدولة إدارة، وأيضا هي تنسب جهود الوساطة لتوصل لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الأسرى وتوتر العلاقات معها. ورغم كل هذه المخاطر أن تنهي التهجير العالمي ويضغط من طب يعني أستاذ عصمت، يعني برضو الصوت أيضا غير واضح. أكرر سؤالي أو أسألك سؤالا آخر لحين تغير مكانك. أستاذ عصمت، ما الذي يدفع نتنياهو إلى التصميم على استهداف رفح رغم معارضة دولية وتحديدا المعارضة الأمريكية؟ هل برأيك هل هي معارضة شكلية لذر الرماد في العيون؟ أعتذر عن المقاطعة ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية.